الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عسلمة، مرحبا بكم. أنا ناجح الزغدودي من الحياة فهم. نتمنى لكم عيد سعيد، ونتمنى عائلتي في الحياة فهم عيد سعيد، وعائلتي الموسعة اللي في الدار عيد مبروك. الناس الكل إن شاء الله ديما حيين بخير. عبد الزيدي، صحفي تيرا في إذاعة الحياة فهم، أسرة الحياة فهم، تتمنى لكم عيد مبروك، كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ديما في سعادة وهناء. أروى غيث، منشطة في إذاعة الحياة فهم، نتمنى لكم عيد سعيد للناس الكل اللي يسمعوا فينا، واللي مرضى نقول لهم ما ننساكمش، ونقول لكم إن شاء الله لاباس، والعيد الجاي تعيدوا مع أحبابكم. نوفل الشرطاني، نتمنى لكم عيد سعيد للناس الكل. مجدي عبد الرحمن، كل عام وأنتم حيين بخير على التوانسة وعلى القروان، وخاصة على ليزوديتور صحة فهم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكون آخر عيد بالجدة متاع الكورونا، وكل عام وأنتم حيين ألف خير. عزيز الهلالي، تقني في إذاعة حياة فهم، نتمنى لكم عيدكم مبروك، وإن شاء الله سنين دائمة، ونحب نقدم تحية للعيلة كاملة كالكسوة عيلتي والعيلة حياة فهم. عسلامة، أيمن ليجا، تقني بإذاعة حياة فهم، نتمنى لكم عيد مبروك للناس الكل. أنا بوخيت تكنيسيان جيسون بإذاعة الحياة فهم، نتمنى لكم إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، وصفتوا الليكيب الحياة فهم، وللناس اللي تسمع فينا زيادة برا، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة يا ربي. عسلامة، عيدكم مبروك. عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة فهم، نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، مفخرة من مفاخر القيروان إذاعة الحياة فهم، تنضاف درة على عقد الحياة. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. الناس هي محمدي من راديو الحياة فهم قسم الاخبار، نتمنى لكم عيد سعيد. عسلامة، مريم منصوري، منشطة في إذاعة الحياة فهم، ان شاء الله عيدكم مبروك وربي يحييكم لمثيله، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا هالغمة وينزح علينا الوباء، والعيد الجاي نكونوا في صحة وعافية الناس الكل. حسن النابتي من إذاعة الحياة فهم، نتمنى لكم عيد سعيد، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ما ننساوش نلتزموا بالبروتوكول الصحي. أنس الهمامي من راديو الحياة فهم، نتمنى لكم عيد سعيد وسنين دائمة. إن شاء الله عيدكم مبروك. الله.